بداية شركة المشروبات الوطنية هي شركة فلسطينية بدأت رحلتها عام 1998 عن طريق رجال أعمال فلسطينيين أسسوا هاي الشركة وسعوا للحصول على الامتياز العالمي لشركة كوكولا العالمية بفلسطين. طبعا شركة كوكولا العالمية وضعت أسس واضحة وأهداف راسخة بحيث تكون هي الشركة الرائدة في مجال الصناعات الفلسطينية والمشروبات الوطنية في السوق الفلسطيني من خلال تقديم أفضل المنتجات بأعلى معايير الجودة العالمية والمحافظة على الموارد البيئية والطبيعية من خلال استخدام أفضل الطرق الإنتاجية والتصنيعية في عمليات الإنتاج. إضافة إلى هذا، شركة المشروبات الوطنية تلعب دور رئيسي وهام في الشراكة الاجتماعية ولها دور رائد في مجال دعم المجتمع عن طريق خلق فرص باختلاف القطاعات الفعالة عن طريق قطاعات حكومية أو خاصة في الوطن. شركة المشروبات الوطنية هدفها هدف واضح، إنه هي تكون الرائدة في مجال المشروبات الوطنية، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق التوسع في المصانع والوحدات الإنتاجية. وكان الهدف إلها الانتشار عام 2005 والتوسع بافتتاح المصنع كابي في كفر زيباد بمنطقة طول كرم. يعني وجودها في منطقة ريفية أكثر شيء هو تشجيع المستثمرين إنه فكرة المركزية بالمدن لا يجب أن توسع وتكون شاملة حتى تكون بالريف، والريف له الحظ الأوفر في هذا الموضوع، بالعكس إنه حتى يشاركنا ويدخل معنا ويكون جزء منا في موضوع التوسع والإنتاج. حالياً إحنا بنحكي عن 90 موظف في شركة المشروبات الوطنية في الفرع بكفر زيباد شركة المشروبات الوطنية كابي، معظمهم من القرى المحيطة للمصنع بحيث نعزز الدور الفعال لوجود المصنع بهذه المنطقة ونشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة في هذه المؤسسة. سعينا كشركة وطنية إنه نستهلك أو نساعد كمان المستوردين الفلسطينيين والمنتجين الفلسطينيين بحيث نأخذ كامل المواد المستخدمة في المواد الصناعية عن طريقهم، ولكن للأسف بعض الظروف منها ظروف سياسية واقتصادية صعبة غير متمكنين إنه يوفروا الحاجة لإلنا المتطلبة لعملية الإنتاج، فهذا بيخلي شركة وطنية إنه تكون جزء من الكمية المستهلكة في إنتاجها من خارج الوطن. ولكن مثل ما حكيت إنه لا، إحنا بنركز كمان ومنساعد أي منتج فلسطيني أو أي شركة فلسطينية إلها دخل بمنتجاتنا، نأخذ منها منتجاتها حتى نساعدها ونقويها بحيث نحقق شراكة بيننا وبين كمان الموردين الفلسطينيين. رأينا أكثر من ورشة عمل في منظوم البيئة وتشجيع هذا الموضوع، حيث أن شركة المشروبات الوطنية بفرع الشمال اللي هو بنحكي فيه مصنع كابي قمنا بناء وحدة معالجة لمياه الصرف الصحي من المصنع، بحيث هاي المياه بعد المعالجة هي صالحة للاستهلاك الزراعي. احنا كنا مش ملتزمين فقط بل سباقين في موضوع التزام بالأنظمة والمعايير العالمية. شركة المشروبات الوطنية حصلت وحصدت عدة مراكز أولى في الشرق الأوسط بالترتيب العالمي لحسب كوكولا العالمية بأكثر من منظور، هو منظور البيئة، منظور الجودة، ومنظور الاستدامة، وهذا هو هدفنا الأسمى إنه نحققه للمستهلك الفلسطيني ونبرهن إنه إحنا شركة مش فقط وطنية بل شركة عالمية بمواصفات عالمية بنقدم منتج للمستهلك الفلسطيني.
العصير كابي اللي نستخدمه هون هو عصير طبيعي 100%، ما بنستخدم فيه اي مواد حافظه او انواع مسببه لمشاكل صحيه، حيث ان المواد الخام للمنتج الرئيسي نحكي عن الفواكه تتخضع لعده فحوصات. شركة المشروبات الوطنية كابي برهنت للكل انه الخبرات المحلية هي قادرة وكفؤ انها تنافس الخبرات العالمية، بحيث انه كامل الطاقم هو طاقم فلسطيني 100%. عملية التصنيع هي عملية دقيقة وحساسة، بحيث نضمن في كافة مراحل التصنيع نوصل بأعلى مستويات الجودة للمستهلك الفلسطيني، بحيث أنه الفواكه أو المواد الخام المستخدمة في منتج عصير كابي بتم استيرادها والمحافظة على فحوصات معينة مثل ما ذكرت سابقا، حتى نتأكد أنها 100% من ناحية معايير الجودة العالمية. احنا جزء من شركة عالمية او معبئ لشركة عالمية، يجب ان نخضع لانظمة هاي الشركة بحيث انه سنويا نخضع لتدقيق خارجي. كل التحية والاحترام للاقتصاد الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية لدعمهم في هذا الموضوع، بالعكس يعني احنا بنلاقي دعم وتشجيع من جهتهم، بس للأسف بخصوص المعابر انه نحن سلطة فلسطينية ليس لنا اي سيطرة تامة على المعابر، فمنواجه ضغوطات من الجانب الإسرائيلي لإعاقة عملية التصدير. الحمد لله صامدين، مش راحين نقول نوقف في هذا الموضوع، راحين نتخطى كل العقوبات والعقبات في هذا الموضوع من اجل استكمال نظرتنا وهدفنا الأسمى اللي احنا ماشيين فيه. احنا خلقنا عدة فرص مع مستثمرين خارجيين ومع القطاع الحكومي كمان، انه كيف نشجع المستثمر الفلسطيني الخارجي انه لا يستثمر ويوظف امواله، واحنا برهنا للجميع انه احنا قادرين انه نحقق ونكون لا الليدر بالسوق ورقم واحد بالسوق من عدة نواحي، وما في اي مشكلة. لازم كل مستثمر فلسطيني يأخذ دوره ومسؤوليته بحيث انه يستثمر ويوظف استثمار لو جزء بسيط منه في القطاع الفلسطيني، بحيث انه نوفر اكبر عدد ممكن من فرص العمل للقطاع الفلسطيني. احنا نجاحنا وهو معتمد على المستهلك الفلسطيني، ولو ما مستهلكنا احنا ما بننجح ولا بنصير. نشكره كل الشكر على الثقة اللي اعطانا اياها، وان شاء الله نكون قد الثقة.